كل جرائم القتل لو هندور لها على وصف مش هنلاقي ليها أي كلمة توصفها من بشاعتها، على الرغم من أن للأسف بعض الناس في الزمن ده اتجردت من مشاعر الإنسانية والرحمة، لكن في جرائم عمرنا ما هننساها ولا العقل البشري ممكن يقتنع أن مرتكبينها كانوا عايشين بينا عادي ومن غير ما نحس ولو للحظة أنهم شياطين مش بني آدمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من أرشيف الحوادث. بالإعدام شنقا لأنهم وجريمة النهاردة عمرها 22 سنة، وهي جريمة هزت مصر كلها، كل التفاصيل اللي فيها بشعة لحد كبير، وخاصة ان ملهاش مبرر، وهي جريمة البشمهندسة نانيس المعروفة اعلاميا بمذبحة مدينة نصر اللي اتقتلت فيها هي ولادها بأبشع الطرق، والسبب في ده كرمها الزيادة هي وجوزها المهندسة نانيس احمد فؤاد وجوزها المهندس هاني محمد كمال. كانوا الاتنين زي ما بيقول المثل ناس من ذهب ما يتخيروش هما الاتنين عن بعضهم، كل الناس بتحبهم وحياتهم مستقرة بشكل كبير وعايشين في هدوء مع أولادهم أنس اللي عمره سنتين وهديل اللي عمرها 5 سنين، إلا عشانهم المهندسة نانيس كانت واخدة أجازة من شغلها علشان تربيهم أحسن تربية. وفي يوم 13 أكتوبر سنة 1997 الصبح بدري المهندس هاني نازل شغله عادي، سلم على مراته وولاده ونزل. المهندسة نانيس في اليوم ده زي أي أم بتصحى تعمل الفطار وتلعب مع أولادها شوية وبعدين تشوف طلبات البيت، وفي وقت معين من اليوم كانت متعودة تتصل بوالدها علشان تطمن عليه. في اليوم ده والد البشمهندسة نانيس ما جاتلوش منها أي مكالمة، فضل شوية مستني وبرضه ما فيش أي اتصال جاله، خد بعضه وطلع على البيت وفضل يخبط على باب بنته ويرن الجرس، ما فيش أي حد بيرد. نزل علشان يسأل البواب، ممكن تكون نانيس نزلت راحت مشوار، لكن البواب قال له محدش نزل غير البشمهندس هاني. أبو نانيس كان هيتجنن عليها وكأن قلبه حاسس إن في حاجة حصلت له، وطلع يجري عشان يخبط على الباب وينادي بشكل هستيري. الجيران طلعوا وتلموا عليه وأقنعوه اكسر الباب لو أنت متأكد إن هم جوه، وفعلا كسر الباب وأول ما دخلوا كانت الصدمة الكبيرة. المهندسة نانيس سايحة بدمها وبنتها جنبها وجسمهم باين عليهم الاتنين ان في طعنات بالسكينة. والد نانيس فضل يدور على انس في كل حتة، دخل كل الاوض وللأسف ملقوش، لحد ما دخل اوضة النوم ولقى كل الحاجات مرمية على الارض وكل الحاجات اللي في الدولاب متبحترة في كل حتة، لكن لاحظ ان في ظرف الدولاب مقفولة وهو رايح يفتحها كان بيقول يا رب الاقي انس عايش ويكون مستخبي جوه الدولاب، لكن للأسف لقاه مرمي ميت جوه الدولاب ولقى حوالين رقبته طرحة من الطرح بتاع والدته نانيس. الدنيا اتقلبت والجيران راحوا على طول بلغوا الشرطة، وفي ناس تانية كانت بتحاول تتصل بالبشمهندس هاني، للأسف معرفوش يوصلوا له خالص. وطبعا الشرطة جت على طول عشان تعاين وتشوف مسرح الجريمة، جريمة بشعة بكل المقاييس مصر كلها كانت بتتكلم عنها وكانت واخدة اهتمام كبير، لدرجة ان رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك كان متابعها بنفسه. التحريات الاولية من الشواهد بتثبت ان الجريمة سببها السرقة، لان محتويات الشقة مش موجود، من اجهزة كهربائية وفلوس وهدوم والذهب اللي كانت لابساه نانيس، لكن اللي عمل كده واضح انه كان يعرف المهندسة نانيس كويس جدا، لان طريقة الدخول للبيت ما كانش فيها اي مشاكل رغم ان الجيران كسروا الباب، لكن المعمل الجنائي اثبت ان الدخول كان بشكل طبيعي، وكمان جثه نانيس كانت موجوده في المطبخ وهي لابسه طرحتها وبتعمل كمان شاي، واضح كده ان هي كان عندها حد وهي كمان كانت بتضيفه. الشكوك كلها راحت ناحيه الزوج اللي هو المهندس هاني، واللي زاد الشبهات حواليه ان دخول البيت كان بشكل طبيعي، لكن التحريات اثبتت ان المهندس هاني بالفعل كان في شغله، كل شاهد بحسن المعاملة بينه وبين زوجته المهندسة نانيس، يعني مستحيل يكون هو السبب في أي حاجة. وتم فتح التحقيق مع الجيران كلهم وصحبات كمان نانيس وأي حد ليه علاقة بيهم، وخاصة إن الحالة المادية بتاعت المهندس هاني ونانيس كانت عالية جدا،
وللأسف المهندسة نانيس كانت بتلبس ذهب بكميات كبيرة، يعني ممكن يكون المتهم حد قريب قوي منهم. في الوقت ده واحدة من صحبات نانيس قالت ان فيه واحد كان معجب بيها قوي قبل الجواز، فضل يطاردها الوقت طويل وفضل يتعرض لها اكتر من مرة، وعلشان كده انا شك فيه. طبعا الشرطة راحت تتحرى عن الشاب ده، ولسوح حظه رغم ان الشاب ده شغال برا مصر، لكن وقت وقوع الجريمة كان للأسف موجود في مصر. ومش كده بس، كان حاجز طيارته تاني يوم من الجريمة. في الوقت ده تم منعه من السفر والطلب للتحقيق بشكل عاجل، لكن التحريات اثبتت برضو انه طلع بريء وملوش اي علاقة نهائيا بالجريمة. الشرطة كان قدامها تحدي كبير انها لازم تلاقي المتهم، خاصة ان الجريمة والقضية ما بقتش قضية عادية، ده كانت قضية رأي عام وقتها. ضغط الاعلامي وقتها كان كبير جدا، والرئيس مبارك شخصيا كان بيتبعها بشكل شخصي. في الوقت ده هاني افتكر حاجة، العمال اللي كان شغالين عنده من فترة لما نانيس زوجته طلبت منه تعمل بعض التصليحات في البيت، بيغيروا الديكورات والدهانات وبعض الإضاءات، لكن لفت نظره ان العمال عملوا حاجة غريبة، وانهم بعد ما خلصوا شغلهم جم للشقة تاني بعديها باسبوع وقالوا لزوجته نانيس احنا شاكين ان احنا خدنا المقاسات غلط وان في شغل كتير ناقص عايزين يكملوا. وفعلا كانوا سايبين شغل واضح انه ما تقفلش. اول ما المهندس هاني حكى القصة دي على طول رجال الامن خدت مواصفات وأساميه، ورجال المباحث وزعوا منشورات بمواصفات الذهب والأجهزة الكهربائية اللي اتسرقت علشان أي حد رايح يبيعها فورا يتقبض عليه. وبالفعل خطتهم نجحت، وما في ساعات الا ولقوا مكالمه من تاجر اجهزه كهربائيه بيقول لهم ان في اتنين جايين يبيعوا اجهزه كهربائيه بنفس المواصفات المبلغ عنها، وشكلهم كده ما بيعرفوش قيمه الحاجه اللي معاهم. رجال الامن طلبوا من التاجر حاول تاخرهم لحد ما نوصل، سيبكم بقى من كل اللي فات لان اللي جاي هيعرفكم ازاي البني ادم ممكن عشان خاطر الفلوس يكون فعلا شيطان. تم القبض على الشخصين اللي بيبيعوا الأجهزة الكهربائية، وهم محمد زكريا علوان وسيد زكريا علوان، اتنين اخوات بيشتغلوا نقاشين جم عن طريق ابن خالتهم محمد خرشد وهو شريكهم التالت في الجريمة. بعد البواب هو اللي رشحهم للبشمهندس هاني على اساس ان هم دول اللي هيخلصوا له الشغل اللي هو عاوز. محمد خرشد من اول ما دخل الشقة وهو واضح انه كان ناوي على سرقته، وخاصة بعد ما دخل الشقة وشاف البشمهندسة نانيس وشاف كمية الذهب اللي هي لابساها، كان شايف ان الشقة دي فيها كنز كبير وهو اولى بيه. واللي زاد رغبة السرقة جواه لما طلب من المهندس هاني عربون علشان الشغل، البشمهندس هاني نادي على زوجته المهندسة نانيس علشان تجيب الفلوس من جوه. محمد خرشد وهو قاعد في الصالة كان كاشف قط النوم وشاف البشمهندسة نانيس وهي بتطلع شنطة من الدولاب مليانة فلوس وبتجيب منه المبلغ اللي محمد طلب. خد نهريها قرار وقال سيد ومحمد الشقة دي انا هسرقها واي حد هيقف قدامي هقتله. يوم الجريمة بعد البشمهندس هاني ما نزل على شغله، خرشد وسيد طلعوا الشقة ومحمد كان واقف تحت بيراقب الشارع، وطلعوا للشقة والبشمهندسة نانيس بحسن نية دخلتهم عندها شي طبيعي علشان يكملوا شغلهم، وطلبوا منها تجيب لهم حتة فوطة مبلولة ينظفوا بيها الحطام. قالت لهم حاضر، بس مش معقول قبل ما تبدأوا شغل تشربوا شاي. واول ما دخلت المطبخ لقت محمد خرشد دخل وراها. هنا نانيس فضلت تصرخ وتقول له خد اللي انت عايزه بس ما تلمسنيش ولا تقرب لولادي، لكن للاسف الشيطان خرشد ولا كانه سمع حاجه، بدا يخنقها وهي لا حول ليها ولا قوه، ويا ريته اكتفى بكده، ده طعنها اكتر من طعنه علشان يتاكد انها ماتت. وبعد ما خلص رجع على الصالون مكان ما كانت هدير بتلعب وقتلها بنفس الطريقة اللي قتل بيها امها. وبعد كده خرشد راح لانس، ما كانش عايز يموت لانه شاف ان قتل انس مش هيفيد في حاجة، شاله في حضنه وحطه هو ايده بتترعش جوه الدولاب، لكن انس فضل يعيط ويصرخ بشكل هستيري فخافوا احسن الجيران يسمعوا الصوت، راح مسك طرحة من الطرح بتاع البشمهندسة نانيس وخناه وسابه جوه الدولاب
وقفل عليه. قتل طفل عنده سنتين مش فاهم ليه. محمد وسيد فضل يقولوا هو اتضغط علينا غصب عننا من محمد خرشي، وهم من الاساس ما كانش عايزين يعملوا كده. واخر كلمة قالوها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خرشي، انت السبب. بعد التحقيقات والاعترافات صدر عليهم حكم الاعدام 12 نوفمبر سنة 1997 اللي كان اسرع حكم اعدام في تاريخ مصر، واتنفذ في ابريل سنة 1998. والرئيس محمد حسني مبارك وقتها اصدر قرار ان الاعدام يتذاع على التلفزيون ومصر كلها تشوف، وبالفعل القناة الاولى الرسمية لمصر ذاعت وقائع حكم الاعدام. مصر كلها كانت قاعدة قدام التلفزيونات بتتفرج علشان يشوفوا الثلاث سفاحين دول وهم بيتعدوا. واتقفلت ابشع قضية قتل حصلت في التسعينات، راحت ضحيتها ام واولادها علشان طمع وجشع ثلاث شياطين. والحد هنا خلصت حلقة. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسيب رأيك في الكومنت، ولو في العمر بقية اشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من ارشيف الحوادث. مع السلامة.